14% اللي هي بقت 13. بقت 13. نصيب الفرد من الناتج المحلي كان بالدولار 3615. المغرب استاذ عادل سعر الضريبه 20%. افكر مننا. نصيب الفرد من الناتج المحلي كام؟ 2872. يعني بنتكلم في تقريبا اقل منك. لا اقل مني، ده انت بتتكلم في اقل مني بكتير. يعني بتتكلم في من 3615 ل 2872، احسبوها. شوفي غانا حضرتك. غانا 15% سعر الضريبه ونصيب الفرد 1381 من الناتج المحلي بالدولار. تونس 18% القيمة الضريبة، القيمة المضافة، ودخل الفرد أو نصيب، عفوا نصيب الفرد من الناتج المحلي 3873. دول أزيد مننا بحاجة بسيطة، حاجة بسيطة قريبين لينا، أزيد مننا بحاجة بسيطة قريبين. أوكرانيا 20% الضريبة ونصيب الفرد من الناتج المحلي 2115، أقل مننا بكتير. أنت كنت لازم تيجي من زمان سيادة النائب. ما هو ده نفهم حضرتك والأستاذ عادل علشان ده مهم جدا، علشان نفهم الناس. مش مفروض نسيب الناس للي بيزنوا في دماغهم، للي بيلعبوا في دماغهم. للاسف مش وللاسف مش مفروض. انا معلش، وللاسف انه احنا مقصرين في بعض النخبه للاسف بتساهم في ده، بتزين. لو قلنا النخبه باتساعها بمثقفين، انا عايز اطمن الناس، لا يمكن ان واحد فينا فاهم وهيضركم. انا ممكن انت يتهيالك النهارده ان انا بضرك، لكن انا في الاخر ابنك هيعيش في بلد كويسه وبلد محترمه. احنا في مصر، ما انت عارف المثل المصري، عايشني النهارده. لا ينفعش. طب ما احنا قعدنا في الكلام دوت، احنا المفروض من سنه 91 من ساعه ما اتعملت ضريبه المعاد، بعديها باربع سنين كانت اتعمل القيمه المضافه. المفروض بالفعل لازم. شوف احنا متاخرين 25 سنه. كان لازم يتعمل. كان لازم. وانت كان عندك وضع مستقر، وضع مهيأ، وتوقيت مناسب. يبقى تفاصيل الاجتماع السبع ساعات لخفض الاسعار مش من فراغ، لانه ليه علاقه بال هذا القانون. ويبان تاثيره، ده اللي بتمناه بقى، انه يبان تاثيره على الارض بشكل واضح وصريح. بشكرك.